خل بسوي اليوم ميك اب حمر هدى بيوتي. حطيت لي فاونديشن وكونسيلر الوردي، بحط طبه بلاشر. اللون الثاني باخده بحطه هني، وخل بدمجه. الحين باخذ الاحمر اشيل منه بالفرشه الصغيره واسوي باي لاينر. ارسم دراجون هني، ما اعرف شلون بيطلع بس بحاول. احسني قاعده اعفس الدنيا بس بواصل اشوف شنو اطلع. اوكي ما اصدق اني قاعده اسوي هذا كله بحمره واحده. يجنن يا جماعة. بحط شوية سيتينج باودر لان حسيت وجهي بدا يدهن. بستخدم الحين هالحمرة، احط منها هني نفس اللون بحط هايلايت. اوه هلا على اساس اسميها عيون السنورة. برجع الحين للحمرة الحمراء وبلون بها الرموش. قررت اخذ حمرة اغمق اسمها فيموس واعطي ديتيلز شوي حق الدراجون. خسارة ما عندي لون اغمق عشان اعطي ديتيلز اكثر. اوكي خل ببدل الحين. فكرة ان الميك اب هذا كله استوى بالحمرة تخليني احس بالانجاز. خل اعطيكم نظرة على التفاصيل، لا تنسون ان رايكم مهم، كتبوه في الكومنت.